كتير برحب بحضرتكم معانا وحلقة جديدة وصوت مصر. بالتأكيد تعد العلاقات المصرية البحرينية نقطة مضيئة في ظل العلاقات الثنائية المصرية العربية. تتسم العلاقة المصرية البحرينية على مدى التاريخ بعلاقة مودة، بعلاقة تزاوج في كل المناحي ما بين البحرين ومصر أو مصر والبحرين. وفي ظل هذا الود وهذه العلاقات الممتدة جاء وفد بحريني، وفد جاء إلى مصر يحمل الكثير من الأحلام، الكثير من الأهداف للتواصل ما بين مصر والبحرين. وفد بحريني للجامعة الأهلية جاء لمد جسور التواصل والتعاون وإقامة بروتوكولات ما بين بعض المؤسسات المصرية الهامة زي اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مدينة الإنتاج الإعلامي، وأيضا جريدة الأهرام وغيرها. أرحب بحضراتكم مرة أخرى واسمحوا لي أقدم ضيوفي الأعزاء وأرحب بهم وأقول لهم الحمد لله على السلامة لأنهم لسه بعد ساعات من وصولهم لمصر، ونتمنى لهم إن شاء الله تكون الزيارة ناجحة وموفقة. اسمحوا لي أقدم لكم ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الحواش، الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بالبحرين ورئيس مجلس الأمناء ورئيس رابطة مؤسسات التعليم العالي الخاص العربية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أيضا يسعدنا يكون معنا الدكتورة ثائرة محمد الشيراوي، مساعد رئيس الجامعة الأهلية للإعلام والتسويق والعلاقات العامة بالبحرين. أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أهلا بك. ونورتوا مصر ونورتوا صوت مصر. الله يخليك. وبداية حضرتكم في بداية زيارة وهو في نطاق وفد من البحرين ل يعني وضع بعض بروتوكولات ما بين البحرين وبعض المؤسسات المصرية. نتعرف أكثر على فكرة الزيارة من حضرتك قبل ما نتحدث عن الجامعة الأهلية اللي هي أصل الحكاية. أول شيء طبعا أتقدم بخالص التحية والشكر للتلفزيون المصري على هذه الاستضافة، وأنتهز ذلك لأتقدم بالتحية كبيرة إلى الشعب العربي العظيم في مصر في أم الدنيا. الحقيقة منذ أن حطت رجلنا اليوم على المطار ونحن نتذكر مصر ودور مصر وماذا يجب أن تكون عليه مصر، لأنني دائما أستحضر ما قاله كمال جنبلاط: إذا أردت أن تعرف حال الأمة العربية فانظر إلى مصر، فإن كانت مصر في حالة جيدة فهذا هو العالم العربي، وإن كانت مصر متوعكة أو مريضة فهذا هو حال الأمة العربية. ولذلك هذه الزيارة واستضافتكم لنا للتأكيد على هذا الدور الهام الذي تلعبه مصر والذي يعتز به كل إنسان عربي جزء من هذه الأمة العربية وهذا الوطن الكبير الحقيقة. فهذه فرصة يجب أن نبدأ بها هذا الحديث، وتحية إلى هذا الشعب العظيم، ونحن نتذكر الجنود المصريين والعرب ونتذكر تلك الأيام التي نفتخر بها ورفعت رأسنا، وإن شاء الله ستعود. هذه مقدمة أتمنى يعني أن يسمعها كل إنسان في كل العالم العربي ليعرف من هي مصر وما هي مصر بالنسبة لكل عربي ولكل إنسان يتمنى الخير لهذا الوطن العربي. فأنا أشكركم على هذه الاستضافة لأنكم أعطيتوني هذه الفرصة. أنا أول مرة زرت فيها مصر كانت سنة 1969، وكنا في أيام الله يرحمه السادات، وكانت الفكرة 69 كان 69 بعد جمال عبد الناصر مباشرة، يمكن 70 بداية 70 يعني. فدائما
طبعا زرت مصر كثير بعد ذلك، لكن هذه كانت الزيارة الأولى عندما كنت طالبا في جامعة الكويت، وكنا في زيارة إلى مصر أم الدنيا. أما كانت تبقى البداية كده دكتورة سائرة، ويعني وعطل عندي الكلام بهذه الكلمات الرائعة واللي وصلت مش بس للأذان، للمشاعر. الله يخليك. يعني الواحد كان لحظة كده هيحس بالدموع وبيسمع الكلمات الجميلة. نحن عيطنا الصدع وأول ما وصلت. نعم نعم. دي كانت المشاعر لما شفنا ادخلوها بسلام. آمنين. انا بكاجي هيبوظ مش عارف، احنا لسه في بدايه الحلقه ففعلا. والدنيا هتبوظ بقى فعلا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون دائما دموع فرح ودموع سلام ان شاء الله. ونبدا الكلام عن الزياره. نعم، هذه الزياره الحقيقه لاول شيء لمصر تاتي من قسم الاعلام والعلاقات العامه بالجامعه الاهليه. نعم. ضمن كليه الاداب والعلوم والتربيه. نحن ناتي مع وفد طلابي من البكالوريوس والماجستير، وعندنا أيضا بعض طلبة في مرحلة الدكتوراه للالتقاء والتعرف على ما هو موجود من مؤسسات إعلامية، مؤسسات ثقافية، راديو، تلفزيون، كل الخبرات العربية الحقيقة اللي تذكرنا الحقيقة بالأيام الجميلة، أيام المسرح القديم في مصر وأيام الثقافة وأيام. فإحنا الحقيقة هذا الوفد للالتقاء بالخبرات العربية التي نعتز بها، ولذلك الوفد مشترك، وفد أساتذة وطلبة، وطلبة من ثلاث مراحل: مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، وأساتذة الحقيقة من الجامعة، وأنا فخور بهم الحقيقة. وعادة يعني هذه الزيارة يعني رتبنا لها من فترة، وكل يوم نتمنى أن تأتي الفرصة، والحمد لله قبل يومين أو ثلاثة قلنا خلاص إحنا مشغولين دائما، لازم تأتي هذه الفرصة وهذه الزيارة لأننا نزور قبل كل مكان مصر، مصر الغالية، مصر العزيزة، ونتذكر فضل مصر. يجب أن لا ينسى أي إنسان في الوطن العربي فضل مصر. احنا نحن في البحرين نتذكر ايام المعلمين المصريين قبل 50 و60 و70 سنة ودورهم الحضاري والتثقيفي اللي نحن ابنائه، ولذلك زيارتنا الحقيقة اليوم لنؤكد على هذه الأهمية، ولنؤكد على علاقات متجددة، ونتمنى ان نوقع عدد من الاتفاقيات للتعاون مع المؤسسات الإعلامية، مع حتى الجامعات، لنا زيارة أيضا لجامعة القاهرة. وأنا أعتز وأفتخر وأقول لكم في الجامعة الأهلية أحد أعضاء مجلس الأمناء منذ إنشاء الجامعة الأهلية الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن، وكان رئيسا لجامعة القاهرة في ذاك الوقت، وحتى الآن هو عضو مجلس لمدة 15 سنة، وبعد أسبوعين هو أيضا جاينا في البحرين لحفل تخريج الفوج 11 لجامعتنا الفتية. جميل. خليني أنتقل للدكتورة تائرة وأسألها، وإنتوا بتحطوا أجندة الوفد وهو قادم للقاهرة تحديد المؤسسات اللي هيتم بينكم وبينها البروتوكول التعاون، كان تم على أساس إيه، والاختيارات الكيفية بتاعتها إيه؟ طيب أنا سمحي لي بس أشكر حضرتك لاستضافتنا في برنامج صوت مصر، وأشكر اتحاد الإذاعة والتلفزيون على هالاستضافة، وثني على كلام الدكتور. طبعا يعني مصر منارة مشعة دائما وحضن كبير لجميع الدول العربية، فسعيدين جدا بالزيارة ونأمل فيها إن شاء الله خير. البرنامج اللي نوضع طبعا مثل ما تفضل الدكتور، معنا أساتذة وطلبة من جميع المراحل، وإحنا حريصين أن يكون في اتصال على أساس ممكن تعاون وتكامل مع مؤسسات عريقة. المؤسسات الإعلام المصري يعني علمتنا كلنا، فحريصين أن الطلبة اللي موجودين يكملون الأكاديمية والعلمية عندهم بالخبرات العملية في هذه المؤسسات. ففي مؤسسات طبعاً
مؤسسات الدولة المصرية مثل الأهرام مثل ما تفضل الدكتور وجامعة القاهرة، بس كمان وفي مبنى الإنتاج مدينة الإنتاج مدينة الإعلامي. الإنتاج الإعلامي، وفي مؤسسات الخاصة بعد وبأقسامها هي تضم التدريبية. المؤسسات الخاصة مدينة الإنتاج الإعلامي، نعم تضم نعم مؤسسات الإعلام الخاصة. فالإعلام الخاصة اللي داخلها كمان لنا زيارات لهم، وفي يعني ما شاء الله البرنامج مليان، حافل مليان. نعم. الاختيار الطلبة والأعضاء الوفدي تم على أساس إيه؟ يعني هل في مسابقة تمت أو أوراق بحث تقدمت منهم واختيار أشخاص معينين تم على أساس والله إيه؟ هذه أصعب زيارة، لأنه إحنا محددين العدد. واتخانقنا قبل ما نوصل، كل واحد بيقول أنا ليه مش في الوفد؟ فقلنا لهم إن شاء الله هذه الزيارة الأولى، وإن شاء الله تليها زيارات متعددة. ولذلك إحنا اخترنا طبعا ثلاث مراحل من طلابنا، وأيضا حبينا أن يكون الجنسين موجودين. أيضا هناك 12 طالب معانا، ستات. مناصفة حق يعني. نعم. مناصفة نعم. حق نعم. حتى لأن إحنا نعتز بالمرأة الحقيقة، ويجب أن تكون هي جزء من المستقبل وجزء مهم جدا جدا كل الجناحين. احنا ما بنحبش نطير بجناح واحد. الله على الكلام، والله يا دكتور يعني اسعد كلام ممكن اسمعه. ودائما بقول صحيح. انا جناحين المرأة والرجل، وايضا جناحين القطاع الخاص والقطاع العام. صحيح. واذا اختل اي من هذه الاجنحة نحن في خطر، فنتمنى دائما انه نحقق ذلك ونستطيع. يعني اذا بصينا وشفنا مصر وشفنا البحرين، في يعني تناسق وفي انسجام في كثير من الامور. ونستغرب ان مصر في افريقيا واحنا في اسيا. في الواقع نحن قلب واحد ونفس الشعور نشعر، ولذلك المصريين لما يجوا البحرين بيشوفوا حبهم قد ايه، واحنا لما نجي مصر احنا في بلدنا. ولذلك الوفد لما تكون الى قبل يومين ثلاثه واحنا بنقول للثاني والله حنوديكم ثاني. هتبقى مشكله عندكم، يعني هتبقى مشكله يا دكتور. نعم عندكم نعم. القضيه مش سهله صدقيني. صحيح. اختيار الاشخاص في الزيارات صعب جدا. لان الكل عاوز يجي، الكل عاوز يشارك، والظل دي مرسومه. أنا كنت في الوفد الأول اللي راح وزار مصر، ودي مهمة جدا لأن حبها كبير. وإحنا عاوزين نؤكد على ذلك في هذه الزيارة. هل يا دكتور كلها جنسيات بحرينية في أعضاء الوفد من الطالبات والطلبة، ولا في تعدد جنسيات خليجية داخل؟ عندنا خليجيين. أنا بتكلم في الوفد الاختيار. عندنا خليجيين، وعندنا يعني راح تسعدين لما نقول لك إن العميدة الكلية المصرية والطالبات في ثنتين سعوديات. سعودية. حتشوفيهم. الدكتور عبد الله طبعا داعم كبير لكل منتسبي الجامعة في كل المراحل. أستاذ الدكتور عبد الله الحواج رئيس المؤسس داعم للمرأة، داعم للشباب، داعم للزيارات والتفتح على مجالات شتى. فيعني احنا طبعا لما يكون في دعم وفي حرص من قيادتنا على ان نبين دورنا وان نتكامل ونتواصل مع يعني جميع البلدان، ولا محبه مصر لها محبه خاصه عنده، فاحنا يعني نتشرف وان شاء الله نخبرك نتائج الزياره ان شاء الله. اكيد ان شاء الله في نهايه الرحله. هبتدي مع حضرتك من الاول وقصه الجامعه الاهليه، وهي اول جامعه خاصة. يعني احنا بس بنوضح للمشاهد، جامعة أهلية أول جامعة خاصة تقام في دولة البحرين، وكانت تقريبا سنة 2001، يعني تقريبا 15 سنة. نقدر نقول التجربة نتائجها إيه؟ أولا فكرة إنشاء جامعة خاصة في دولة البحرين وهي ذات كثافة قليلة سكانية. لماذا كان التفكير بإنشاء جامعة خاصة؟ في بداية الأمر طبعا أول شيء الفكرة لم تأتي من فراغ. وكانت هناك دراسات متعمقة. أنا شخصيا
كنت عميد شؤون الطلاب وعميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين الوطنية التي اعتز بأنني عملت فيها 25 سنة قبل أن نفكر في مشروع الجامعة الأهلية، وبصفة عامة التعليم العالي الأهلي أو التعليم العالي الخاص. وهذا جاء متوافقا مع المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك. جلالة ملك البحرين فكر كيف ينقل البحرين إلى وضع أفضل، كيف يضعها في مقدمة دول العالم كله، مع أنها صغيرة وتعدادها قليل ولكن طموحاتها كبيرة جدا. فجلالة الملك أصدر أمر ملكي أو أميري في ذاك التاريخ بتشكيل لجنة عليا، سميت اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، وهذا الميثاق صوت عليه شعب البحرين في يوم خالد في 14 فبراير 2001، وحصل على إجماع، حصل على 98.4%، وكان عدد اللي صوتوا 95%، وهذه أرقام حقيقية شارك فيها كل أبناء البحرين وكان عرس. جلالة الملك قال في هذا المشروع أنه يتمنى أن نشاهد الأيام الأجمل. أنا كنت سعيد الحظ بأنني كنت ضمن هذه النخبة التي اختارها جلالة الملك، وكنت رئيس لجنة التعليم ممثلا عن لجنة التعليم، وكنت حينها عميد وأستاذ في جامعة البحرين. فجاءت الفكرة وكتبنا في الميثاق الذي صوت عليه الشعب البحرين في 14 فبراير 2001 الجامعات منارات إشعاع علمي وحضاري، وتشجع دولة البحرين إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وتعمل الدولة على تنفيذ ذلك. هذا كتب في الميثاق صوت عليه شعب البحرين، وأصبح أعلى وثيقة في تاريخ البحرين. ولو قرأنا ما جاء في ميثاق العمل الوطني ستشاهدين أننا نحاكي وكأن جلالة الملك يتكلم، يعني يتقدم على العالم بعشرات السنوات، ممارسة ديمقراطية حقيقية بأمان في هذه المملكة الصغيرة. وهنا سميت بمملكة البحرين، كانت التسمية أيضا متوازية مع ميثاق العمل الوطني، فتغيرنا من دولة البحرين إلى مملكة البحرين وبإجماع الشعب. وأيضا مشروع حضاري كهذا لا يمكن أن يفوت دون أن يكون التعليم في قلب المشروع، والتعليم العالي في قلب هذا المشروع. وهذه كلمات جلالة الملك وليست فقط كلماتي. ولذلك عندما جاءت الفرصة وصوت شعب البحرين على الميثاق، أصدر مجلس الوزراء بعدها بأسابيع قرار بإنشاء أول جامعة خاصة، وهي الجامعة الأهلية في مملكة البحرين، وسميناها الأهلية ونعني ذلك. لأن سألت حضرتك قبل الهواء، نعم، يعني ليه ما سميتهاش اسم خاص بها الأهلية؟ سميناها الأهلية لأننا عانينا بالتعليم العالي الأهلي، والتعليم العالي الأهلي يختلف كثيرا عن فقط التعليم العالي الخاص، ولكنه جزء منه ومكمل له. والسبب أننا عندما كنا نفكر في مشروع ميثاق العمل الوطني، كان هناك دعم شديد من جلالة الملك، وكان هناك دعم شديد من حكومة البحرين ورئيس وزراء البحرين وولي عهد البحرين، كانوا كلهم يتسابقون في دعم هذه المشاريع
لأننا أردنا أن تكون البحرين بكل أمانة بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي علاقة تكاملية بينها وبين التعليم العام، نعم، أو اللي تبع الدولة، وليس علاقة تنافسية ما بين أفضلية التعليم وآخر. لا يعني نحن نرفض بعضنا بعضا، نحن نكمل بعضنا بعضا، ولكننا سندخل في تنافس من أجل الأفضل، وستكون ضمان الجودة وجودة التعليم هي الحكم. إلا أننا لا نتنافس بمعنى التنافس من أجل السمعة، لا، نتنافس في العلوم، جودة التعليم وما يقدم للطالب من للطالب. نعم. طيب خليني أنتقل للدكتورة سائرة وأسألها. 11 دفعة تم تخريجهم إلى المجتمع الخليجي ليس فقط البحريني في تخصصات مختلفة منها الإعلام، ماذا خدم أو أضاف الإعلام أو هذه الدفعات للإعلام الوطني داخل البحرين في البداية؟ طيب يعني الجامعة الأهلية تحاول تخرج دفعاتها بحيث أن يكونون يعني منغرسين في المجتمع ويساعدون في الناتج القومي ويساعدون البلد للتطور. فكل دفعاتنا يعني بكل الكليات، طبعا الإعلام بالذات يعني ساينس أو علم وفن كمان، والإعلام يعني هم أنه هو أي ممكن يقود رأي عام، وانتي طبعا يعني لا يخفى طبعا على على العالم العربي الموجود، فاحنا يعني مهتمين ان نكون ننتقل للعالمية ونكون في مصاف الدول المحترفة في الإعلام واللي واعية بالإعلام ومدى تأثيره، سواء كان إعلام تقليدي ولا الإعلام الجديد بالسوشيال ميديا وما ذلك. فهذه يعني مهم إن نطلع دفعات واعية فاهمة ممكن تأثر في المجتمع، بس تكون تأثيرها بناء وإيجابي لخدمة بلدها ولخدمة مستقبل بلدها والأجيال الموجودة إن شاء الله. صحيح. الفرق ما بين أول دفعة وآخر دفعة اللي هي الدفعة الحداشر اللي هتتخرج، نعم، إن شاء الله. نعم، بعد أسبوعين. صحيح. إيه الفرق ما بين الدفعة دي وآخر دفعة؟ ما هي الإضافات؟ ما هي التفاصيل اللي رعيته زيادتها أو تلافيها؟ أول شيء في تقدم ملحوظ كبير جدا في التقنيات، في أيضا تقدم ملحوظ كبير جدا في التحول إلى العملية أكثر منه النظري، ولكن هي رسالة. وإحنا نؤكد في زيارتنا إلى مصر في هذه الرسالة، الإعلام مهم جدا، ورسالة الإعلام رسالة مهمة جدا، ولذلك نحن نأتي بمشروع عربي. وأنا أقول لك زيارتنا لمصر ضمنها مشروع عربي. هنا موضوع مهم جدا في إطار أو في ظل مشروع عربي، مشروع يعني زيارة عربي. ممكن، نعم، أن تحمي في طياتها الكثير بصرف النظر عن فكرة وجود طلبة بتتدرب عملي أو بتطلع على أساليب بعض المؤسسات في إدارة أعمالها، لكن الموضوع يكون أكبر من ذلك. هنرجع بعد هذا الفاصل ونعرف التفاصيل من ضيوفي مباشرة. برحب بحضراتكم مرة أخرى ورحب بضيوفي الأعزاء، الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الحواج، الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بالبحرين ورئيس مجلس الأملاء، وأيضا الدكتورة ثائرة محمد الشيراوي، مساعد رئيس الجامعة الأهلية للإعلام والتسويق والعلاقات العامة بالبحرين. وأجدد الترحيب بحضراتكم. الله يخليك. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتحدث أن ممكن أن تكون الزيارة في إطار مشروع عربي. نعرف أكثر. نعم. أنا أريد أن أؤكد أن الإعلام يعني مهم جدا ويجب أن يستخدم للمشروع العربي، لأني يعني يمكن الواحد دائما يكون مخور. في منطقتنا هناك مشروع إيراني، وهناك مشروع تركي، وهناك مشروع إسرائيلي، فيجب أن يكون هناك مشروع عربي، ويجب أن تكون مصر وليست مجاملة،
وأوجه هذا النداء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يجب أن تكون مصر في قمة ورئيسة هذا المشروع العربي. وإذا كان كمال جملات تحدث عن الأمة العربية وقال عافيتها في عافية مصر ومرضها في مرض مصر، فأنا أيضا أريد أن أؤكد في هذا المشروع ضرورة أن تكون العلاقات العربية وخصوصا علاقة مصر الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة أيضا علاقات تمثل هذا المشروع العربي الكبير. نحن نحتاج إلى بعضنا البعض، نحن يجب أن نساند بعضنا البعض، وفي مملكة البحرين هذه المملكة الصغيرة نحن ننظر إلى توجيهات القيادة، ننظر إلى المشروع الحضاري الكبير الذي دشنه جلالة الملك ونتمنى أن يعم، ولكن أيضا يجب أن نكون دائما كبيري الصدر ونتحدث بكل أمانة، لا نبتعد عن الحساسيات. مصر عز العرب، والعرب بدون مصر لا يمكن لهم، ولا مصر بدون العرب يمكن لها أن تكون، ولذلك هذا المشروع يجب أن يكون أيضا مشروع عربي، إعلام عربي جيد، تواصل عربي جيد، ولا يمكن أن نرى أفضل من خريج الإعلام، خريج العلاقات العامة، يجب أن نعمل. ولذلك إحنا تمنينا والحمد لله اليوم بدأنا الخطوة الأولى، وأنا أريد أن أنقل تجربة البحرين أيضا إلى مصر. نحن دولة صغيرة، ولكن كما قلت في بداية الحديث طموحاتنا كبيرة لأننا جزء من هذه الأمة العربية. لو لم نكن جزء من هذه الأمة العربية يمكن ضعنا، ونبي نؤكد هذه. وأحب أقول لكم البارح مثلا، إحنا قبل يومين كان عندنا مؤتمر كبير في البحرين، وأساتذة من بريطانيا وأساتذة من أمريكا وأساتذة عرب، بس أوريكم التعامل كيف يكون. الساعة 3:30 عصرا انتهينا، صاحب السمو ولي العهد عنده مجلس يبدأ من الساعة 4 إلى 5، فتمنينا أن هذا الوفود لحظات ونحن نسلم على صاحب السمو، نقدم له هؤلاء الوفود بكل أريحية بكل بساطة بدون أي تعقيدات. وهذا هو الحلم الذي نحن هنا من أجله، نتمنى أن تكون علاقاتنا، علاقات الشعوب بحكامها، علاقات الحكام مع الحكام. ولذلك أنا متأكد وأنا أنقل رسالة متأكد من كل شعب البحرين ومن جلالة الملك ومن حكومتنا الموقرة إلى مصر، إلى فخامة الرئيس السيسي وإلى الحكومة المصرية، وأقول لهم نحن بحاجة إلى مشروع عربي واضح جدا تقوده مصر هذا لتعيد إلينا. نعم. يعني لو أتوقف وأسأل حضرتك فكرة وجود كيان عربي إعلامي مشترك، وهنعلم زي ما قالت الدكتورة ثائرة إن الإعلام النهاردة أحد أهم الأدوات التأثير في الرأي العام في أي مكان بقى في العالم. لماذا لا يكون هناك كيان إعلامي عربي في دمج لكيانات إعلامية بقى لمواجهة العدو الشرس اللي بيواجه الحقيقة المنطقة العربية كلها وكل المشاريع؟ يعني الإعلام مهم جدا، هو الذي يوصل الرسالة. ولذلك نعم أنت تتكلمين فعلا فيما نريد أن نوصلها، أن يكون هناك إعلام عربي، هناك إعلام واضح جدا أيضا في المراحل المتقدمة جدا، ولكن يجب أن تكون هناك وضوح جدا. يجب أن نعرف أن قدرنا أن نكون مع بعض، وأن قدرنا أن نساند مصر، وأن قدرنا أن يكون لنا قائد. خلنا نكون بكل صراحة أننا نفتقد هذه القيادة، وعندما كنا
يعني حتى في في في, في الأيام اللي كانت صعبة علينا، الإنسان العربي كان فخور، كان فخور بأنه هناك. كنا نتذكر جمال عبد الناصر ونتذكر حتى كذا، يعني نريد هذه الأيام أن تعود. أنا أقول دائما هذه الأيام التي نعتز ونفتخر بها لا يمكن أن تكون وتعود إلا بإعلام عربي وبرسالة واضحة جدا تضع كل شيء ثواني. يعني أتمنى هذا، لأنه إحنا هنا بنتكلم إن كل دولة عربية منشغلة طبعا بوضعها الداخلي وإعلامها منشغل بوضعها الداخلي، والهجوم يأتي من الخارج. لماذا لا يتم اتحاد أو وجود كيانات إعلامية، يعني مش هنقول دمج، ولكن إنشاء اتحاد مثلا زي ما احنا عندنا اتحاد الإذاعات العربية؟ شوفي أنا ما زايد، يعني أنا مش مزايدة، ولكن للدفاع عن الخطر يجب. اللي موجود للمنطقة العربية كلها، يعني احنا شايفين اللي بيحصل. يعني أريد أنقل إلى شعب مصر العظيم وإلى القيادة في مصر تجربة رائدة في مملكة البحرين، العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذه تجربة رائدة يجب أن ينظر إليها. احنا قبل حوالي شهرين مثلا على سبيل المثال، نحن قطاع خاص والجامعة الأهلية قطاع خاص، عندما وضع حجر أساس مبنى الحرم الجامعي الجديد كان دور بارز للحكومة، كان صاحب السمو رئيس الوزراء يوجه دفة، كان يتكلم لنا ماذا تريدون وماذا نستطيع أن نقدم لكم. وقبل لحظات تكلمت عن ما دار بيننا وبين صاحب السمو ولي العهد. هذه رسالة أريد أن أوجهها إلى كل العالم العربي، ودائما نحن نأخذ توجيهاتنا من القيادة لأننا نعتقد بأن فيها خير كثير لنا وللأمة العربية. فعندما نأتي إلى مصر ونأتي إلى أرض الكنانة، نأتي إلى أم الدنيا، نتمنى أن ننقل لها هذه الإيجابيات من شقيق صغير إلى شقيق أكبر، ونقول له إننا ندعمكم نساندكم، ونتمنى أن نستمع إلى بعض، نعضد بعضنا بعضا ونكمل بعضنا بعضا في هذه الحالة. فقط سيكون هناك مشروع يخوف الآخرين. ليش؟ يعني خلينا نكون بكل أمانة، منطقتنا هناك إيران وهناك تركيا وهناك إسرائيل وأيضا الدول الكبرى، أين العرب؟ أين مصر؟ ما نسينا نحن تحرير الكويت والدور العربي، ما نسينا أيضا أشياء كثيرة جدا، حرب أكتوبر، العزة اللي كانت في حرب أكتوبر، الجندي المصري والجندي السوري وكل الشعب العربي يهتف باسمهم. نحن نأتي من الجامعة الأهلية الصغيرة في مملكة البحرين مع هذه الطموحات الكبيرة، نقول للشعب المصري لشقيقنا الكبير أن نحن نحبكم ونتمنى أن نشوفكم فوق، لأن صحتنا وعافيتنا في عافيتكم. وهذه رسالة أحب أوجهها الحقيقة إلى القيادة، إلى فخامة الرئيس وإلى حكومته وإلى كل الشعب المصري، وأقول للأمة العربية كلها ادعموا مصر، وها نحن في المقدمة إن شاء الله. أنا قبل حوالي سنة وشوية جاء وفد مصري إعلامي كبير احتضنته الجامعة الأهلية وأعطوني ما سمي بسفير النوايا الحسنة لمصر، سفير كمان يعني. وسفير نعم، وأنا معتز بذلك الحقيقة، وأعتبر ذلك شرف لي، لأني أعتقد وجازم وليس اعتقاد بأن قوتي من قوة العرب، وقوة العرب في قيادة مصر، والتاريخ سيحكم ماذا نقول، لأنها لا خيار آخر. ولذلك هذه الزيارة وهؤلاء اللي جايين يزورنا من الخليج العربي، من المملكة العربية السعودية ومن البحرين ومن أيضا مصر، خلنا نقول مرة ثانية اللي عندنا، كلنا نأتي بنفس الطموح، وكلنا جايين لأن نرى تلك الخبرات العربية العظيمة التي يمكن لنا أن نستفيد منها ونفيد أيضا. أنا دائما النجاح
عندما يكون الطرفين مستفيدين. نحن نعتقد أن هذا هو نجاح لنا، وأنا متأكد أن القيادة عندنا في البحرين تنظر نفس النظرة، لأنه جلالة الملك دائما في كل حديث وفي كل مناسبة يبدأ بزيارة مصر. صحيح. ولذلك حتى القيادة في مصر تعرف ذلك. فأنا أقول لهم هذه المملكة الصغيرة بهذه المزايا الكبيرة نبي ننقلها إلى الشقيقة الكبرى، إلى مصر، مصر الغالية علينا. بالتأكيد يعني مش أقول شكر، لأن دي مشاعر مشتركة بيننا كلنا كأبناء منطقة عربية. نعم. ونتمنى دايما السلامة والخير للمنطقة كلها، ومش هزيد، ده انت حضرتك قلت يعني الكلام اللي ممكن يغني عن اي كلام ممكن اقوله. ولسه انا عايزة اتكلم مع الدكتورة سائرة هنا عن المرأة البحرينية، وبالتأكيد لها دور فعال في مجتمعها، وبالتحديد دور الاعلامي، يعني سواء في التلفزيون في الاذاعة او في الصحف. و عايزة أعرف في العشر سنوات الماضية دور المرأة البحرينية، بس اسمحوا لنا هنطلع فاصل قصير ونعود عشان نتحدث في أنه بالتأكيد يعني دور المرأة حضرتك شرحته بالنسبة للجامعة الأهلية، ولكن دورها بقى في المجتمع البحريني هعرفه من الدكتورة ثائرة بعد الفاصل مباشرة. قبل الفاصل اتكلمت مع الدكتورة ثائرة عن وضع المرأة في البحرين، دورها وتحديدا في المجال الإعلامي، وخاصة أن هناك دفعات كثيرة تخرجت في السنوات الماضية. المرأة البحرينية بقى أخبارها إيه؟ طبعا المرأة البحرينية حصلت دعم كبير من جلالة الملك من بداية في رؤية ومشاركة، وحريص جلالة الملك الله يطول عمره ويحفظه على دعم المرأة. وتم إنشاء في البحرين المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة الملك صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة. فهذا الدعم لا محدود للمرأة البحرينية. المرأة البحرينية تقلدت مناصب كثيرة في الوطن العربي، صعب مثلا المرأة تكون قاضية. في البحرين موجود سفيرة، وزيرة، في جميع القيادات في الدولة المرأة سباقة. وفي الجامعة الأهلية طبعا برؤية الدكتور عبد الله يوسف الحواج، المرأة في الجامعة الأهلية تقلد غالبية المناصب القيادية في الجامعة. فإحنا عندنا رؤية واضحة وهدف واضح لمشاركة كل مكونات المجتمع البحريني من الأديان والطوائف والأجناس. ففي يعني رؤية وهدف كلنا نعمل عليه بقيادة جلالة الملك، وواصلين لهدفنا إن شاء الله. وفي ثبات قيمنا وحدة وثوابتنا وحدة، وإن شاء الله يعني المشروع وزيرتين إعلام، أيوة اثنين وزيرتين إعلام في وزارة واحدة؟ لا يعني على فترات. فيعني فهذه ان شاء الله بالمشروع العربي كمان نتطلع ان توصل المراه لاعلى مستوى في المجال الاعلامي في البحرين كالمراه هناك، يعني في الصحافه في الاذاعه والتلفزيون، يعني دورها وصل لحد فين؟ والله عندنا قيادات مؤثره سواء كانت في الصحافة ولا في التلفزيون. يعني من أشهر الكتاب والصحفيين البحرينيين كانت امرأة، من أشهر المذيعين في التلفزيون نساء. ففي دور قيادي والمجال مفتوح. البحرين دولة صغيرة لكن يعني طموحاتها كبيرة، وكمان مخرجاتها كبيرة. فإحنا يعني مو بس أهداف وتمنيات، لا إحنا يعني نعمل على تحقيق كل اللي ما نتمناه، وبرعاية وقيادتنا ودعمها لا محدود لنا. أكيد. دكتور قبل ما أتكلم عن الجامعة الأهلية بقى وعدد كلياتها ونقول الطموح في الأجندة لتطوير هذه أو لزيادة أعداد هذه الكليات، تكلمني عن القطاع الخاص في الإعلام البحريني. لماذا لا يوجد إعلام خاص في البحرين؟ يعني زي وجود فكرة جامعة أهلية، لماذا لا يوجد إعلام أهلي بعيد؟ إحنا لديكم قناة
رسمية واحدة. نعم. واحدة عربية واحدة باللغة الإنجليزية. نعم. بصفة عامة طبعا الصحافة جزء من الإعلام. ده صحيح. أنا بتكلم 90% من الصحافة في البحرين صحافة خاصة. و يعني قطاع خاص بيديرها بمؤسساتهم ولهم دور. أيضا عندما نأتي إلى الجهة الثانية كان في البحرين موجود إعلام أو خلنا نقول تلفزيون خاص. ظروف يعني لم تنجح هذه التجربة أو الفكرة. والسبب يمكن كان ماديا، كان سبب فاينانس يعني خلنا نكون بكل أمانة. يمكن جيراننا سبقونا وبكل أمانة هذه هي أحد الأسباب. أحيانا أنت تكون يعني فعلا مؤمن بشيء، ولكن نحن نتحدث أيضا يعني عندما جاءت بعض المحطات العربية أنا أحيانا أخاف أسمي يعني في دول شقيقة لنا وجوار، فتكون سبقتنا في هذا الاتجاه. فنحن لا نحاول أن نقلد، نحاول أن نكمل. ولكن إذا نظرت إلى الإعلام بصفة عامة معظم الصحافة في البحرين قطاع خاص. يعني هذا هو المجال المؤثر أكثر أو اللي فيه المجال الصحافة. واليوم طبعا السوشيال ميديا كلها قطاع خاص يعني، ولذلك يعني يمكن التلفزيون بس. أنا بتكلم على فكرة التلفزيون. وأنا أعتقد فيه هناك أيضا مشاريع. يعني مشاريع قادمة بسرعة أيضا يعني. ولكن تعرفين القطاع الخاص أيضا تهمه موضوع الخسارة والربحية يعني، هل يستطيع التقلبات الاقتصادية اللي تحيط العالم كله. ولذلك قد يكون أحد الأسباب ذلك. ومع ذلك أنا أؤكد لك أن في البحرين في ميزة جميلة جدا، نحن لا نفرق كثير بين القطاعين، والدولة تشجع القطاع الخاص في كثير من يعني. عندنا مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس التنمية الاقتصادية بيرأس مجلس إدارته ولي العهد، وهذا بيشجع القطاع الخاص وبيدعم القطاع الخاص من خلال مشاريع تمكين اسمها، وخلال مشاريع أخرى في إبرازها وفي دعمها وقوتها. ولذلك إحنا تعدينا قضية عام وخاص في البحرين. بنتكلم الآن مين أفضل، ولذلك عندما نعود إلى الجامع بنتكلم عن الكواليتي، عن الجودة. فأنا ما بيهمني هل هو قطاع خاص أو قطاع، يهمني ماذا يقدم وما هي جودة ما يقدم. لأن في الأخير المحتوى أو المنتج هو المنتج هو الأهم، أهم من كل شيء. كلمني عن الجامعة الأهلية دكتور، وتحتوي على كم فرع من الكليات؟ أنا سعيد جدا أن أكلمش وفخور جدا أن أقول ليش الجامعة الأهلية نجحت منذ النشأة. أول شيء في ضمان الجودة، نحن عندنا هيئة ضمان جودة ممتازة جدا ونموذج عربي، واستفدنا من خبرات أجنبية. الجامعة الأهلية تتبرع يعني في التوب، تتبوأ مركز متقدم جدا. قيم لنا 13 برنامج ونجحنا في 13، وأخذنا على ما يسمى الثقة الكاملة في تلك البرامج من أول مرة. هناك ما يسمى أيضا بالتقويم أو التقييم المؤسسي، ونحن أفضل جامعة في البحرين في التقييم المؤسسي، وهذا منشور أيضا في كل مكان. ولذلك أفتخر وأعتز أقول أننا نحن حققنا ذلك. ولذلك أيضا نحن نتعاون تعاون كامل مع مجلس التعليم العالي، لأنه مجلس التعليم العالي هو الذي يشرع، هو الذي يضع اللوائح والنصوص. ومجلس التعليم العالي يتبع وزارة التربية والتعليم، ويرأس المجلس وزير التربية والتعليم، وضمان الجودة مستقل أيضا، وكلاهما يعمل مع بعض. ولذلك المنظومة التعليمية في البحرين والتعليم العالي في البحرين اليوم مفخرة
عالمنا العربي أنا أقول، وأنا ما أزايد لما أقول ناس ساعات تقول أنتوا دولة صغيرة وشايفين روحكم كذب، لا، نحن حقيقة نتمنى أن هذه تعم، وإننا نتعاون مع بعض، وإحنا طبعا متعاونين الآن. هيئة ضمان الجودة في مصر على سبيل المثال هي عضو أيضا في هيئة ضمان الجودة العالمية اللي نحن عضو فيها ونعمل مع بعض، وزرنا مصر وتعاوننا. ولكن الجامعة الأهلية أنا سعيد أن أقول ليش أنها تأسست في 2001 وتكلمنا كيف القدرة الاستيعابية 2001 كانت كم طالب في الدفعة؟ نعم يا دكتور، احنا بدأنا الجامعة الأهلية ب50 طالب، والآن الآن نحن واقفين صار لنا 4-5 سنوات ب2500 طالب، والسبب أننا ننتظر الانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد، توسعات يعني عملت نعم توسعات. ولدينا مشروع حرم جامعي جديد، وضع حجر أساسه قبل شهور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، أكبر مشجعي وداعمي التعليم، ونحن دائما يعني ننظر إلى هذا الرجل نظرة القائد الحكيم الذي نتمنى أن يكون قادتنا على نفس القدر. رجل لا ينام، همه وطنه، همه أبناء وطنه، فهو دعمنا دعم كبير جدا ووضع حجر أساس هذا المبنى، والدولة أيضا كانت سخية معنا، وضعت لنا أو أعطينا قطعة من الأرض في مساحة كبيرة جدا مقارنة بالبحرين، أكثر من 170 ألف في دعم من الدولة؟ نعم، أنا سعيد أن أقول ليش للتعليم الخاص في البحرين. نعم، اختيار نوعية الكليات أو التخصصات اللي تم اعتمادها في الجامعة الأهلية على أي أساس؟ يعني هل دي كانت تخصصات ناقصة ولا عليها إقبال أكبر والجامعات الوطنية أو العامة ما تستوعبهاش؟ نحن في أكثر من شق، في جزء نعم في نواقص بدأنا بها، ولكن أيضا لأننا قطاع خاص فأيضا يجب أن نبدأ بدايات متواضعة، لأنه في الأخيرة لا نريد أن تفشل التجربة ويكون عبء كبير على كاهل الحكومة مرة ثانية ويقولوا لنا الكلام اللي تقال لنا قبل 20 سنة أنه إزاي حتمشوا جامعة خاصة ومنين المصاري والكلام الكثير، لما الدنيا عملت أمريكا مثال حي لأفضل جامعات العالم هي جامعات خاصة، هارفارد وإم آي تي وستانفورد وقذي قيسي، ثم ننظر إلى التجربتين العام والخاص. خلنا ننظر بالتجربة في فرنسا، كانت كلها تتكلم عن قطاع عام فقط، اليوم تغيرت الصورة. فعندما ننظر كانت هناك فلسفات مختلفة. اللي أنا أحب أركز عليه أن التعليم والاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأمثل الوحيد الذي لا ينضب. ثرواتنا تنضب، نفطنا ينضب، غازنا ينضب، أسعاره تنزل، لكن كل فلس بنستثمرها في عقول أبنائنا وبناتنا بتكبر، وبيقولوا كل ما تأخذ من هذا العلم يكبر. ولذلك لا مجال أن نناقش قطاع خاص وقطاع، أنا عاوز أشوف جامعات وعاوز أشوف معاهد وعاوز الدولة تشجعها ونبدأ نتنافس في الجودة ونكون ويكون هو تنافسنا من يقدم الأفضل وكيف يقدم هذا الأفضل وبسعر أيضا. بعد مهم جدا، ساعات أحيانا أنت ممكن توصل بس دفع لك 10 مرات قد التانيين، لا، أيضا هذه مهمة نحن وضعناها وننظر إليها. ولكن رسالتي دائما نحن يجب أن يكون أيضا هناك علامة فارقة وهي انتمائنا إلى هذا الوطن العربي الكبير، لأننا سنقوى به وسنجعل جامعاته، يعني أنا ساعات يعني أزعل، أنا عندي علاقات مع جامعات بريطانية وأمريكانية وفرنسية، وفي طلاب بيروحوا وبيجوا اللي هم بنسميه International Exchange، التبادل العالمي. كنت أتمنى واليوم إن شاء الله أو بكرة حاول أن يجوني طلاب من
مصر وحجيب طلاب إن شاء الله لازم يكون أتوقف مع تقرير عن العلاقات الثنائية بين البحرين ومصر، مصر والبحرين، ونعود مرة أخرى نستكمل ما يتبقى من دقائق في حلقة اليوم. البحرين الشقيقة، تلك المملكة الصغيرة في حجمها الجغرافي ذات الطموحات الكبيرة إقليميا ودوليا، والكبيرة في قلوب المصريين بحبهم لها، والذي يقابله أيضا حب وتأييد من قبل البحرينيين تجاه كل ما يخص مصر على مر التاريخ. إن جذور التاريخ المشترك تمتد بين حضارتي دلمون والفراعنة، حيث يعد شعب البلدين من أكثر البلدان العربية تفاهما والتصاقا ببعضهما البعض. هذه العلاقة تتجاوز كونها علاقة اقتصادية أو تجارية أو ثقافية، وإنما تعود إلى تاريخ طويل من الوقفات المشرفة. فلن ينسى التاريخ تفاعل شعب البحرين مع ثورة 23 من يوليو 1952، كما شهدت مدن البحرين مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي في عام 1956. ونتذكر في مصر المشاعر الوطنية الفياضة ومواقف التأييد والمساندة المعنوية التي صاحبت بناء السد العالي، وتجاوب البحرينيين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي بعد نكسة عام 1967. وليس ثمة شك في أهمية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لمصر، وما يتخللها من لقاءات ومباحثات مهمة مع القيادة السياسية، والتي تسير دائما في إطار العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وتتعدد دوائر العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين على شتى الأصعدة. فعلى الصعيد السياسي، تمثل مملكة البحرين بعدا استراتيجيا كبيرا لمصر، فأمن مصر شرقا يبدأ من الخليج العربي، وعليه كانت دوما تصريحات المسؤولين والقادة بمصر، والتي تؤكد على أن أمن البحرين هو خط أحمر لأمن مصر القومي. كما تتوحد رؤية مصر والبحرين إزاء العديد من قضايا المنطقة، حيث يدعمان كفاح الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، ويعملان بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه. ترتبط مصر والبحرين حاليا بست اتفاقيات و14 مذكرة تفاهم وستة برامج تنفيذية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والسياحية والزراعية والقضائية والبيئية، فضلا عن بروتوكول للتعاون في مجالي النقل الجوي والطرق. كما بلغت الصادرات المصرية للبحرين 26 مليون دولار، كما بلغت قيمة الصادرات البحرينية لمصر 43 مليون دولار، وارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار. لم تدخر مصر وسعا لمد جسور التعاون الثقافي والتواصل الفكري مع المنامة من خلال نقل الخبرة المصرية في توثيق التراث الحضاري والثقافي إلى الشقيق البحرين، وتبلور ذلك في بروتوكول تعاون بين البلدين للعناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي والثقافي بين مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية ومركز الشيخ عيسى الثقافي بالبحرين. زيارات متبادلة واتفاقات واستثمارات تؤكد دوما على مر التاريخ على تعزيز أواصر التعاون في كافة صوره بين الشقيقتين مصر والبحرين قيادة وشعبا. برحب بحضراتكم مرة أخرى. وفي نهاية الحلقة دكتورة سائرة، بعيدا عن برنامج العمل والأجندة المتخمة بمواعيد كثيرة أكيد عندك الأجندة بقى اللي عايزة الخاصة، إيه الأماكن اللي هتروحيها في مصر تحبي تروحي تزوريها وتروحي تبصي عليها كده؟ والله مصر كلها حلوة. فإن شاء الله يعني على حسب برنامج الزيارة، وإن تطلع حتى مع الطلبة
لو في إمكانية نزور كل شبر في مصر راح نعمله، بس إن شاء الله يعني في طبعا زيارات الميدانية مع الطلبة، وخان الخليلي من ضمن الأماكن اللي موجودة، فان شاء الله يعني. وهذه مو اخر مره. مده قد ايه ان شاء الله تقعدوها في القاهره؟ ان شاء الله 5 ايام، وما راح تكون الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله، وتسعدي وتبقى الزيارات ان شاء الله موفقه وممتعه. دكتور عبد الله، في النهايه في اماكن محدده حضرتك محدد انك هتزورها في هذه الزياره، ولا مواعيد العمل مش هتديك فرصه؟ يعني احنا طبعا في برنامج معين، وانا دائما احب ان اكون الحقيقه مع أبنائي وبناتي المشاركين في 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 هذه الزيارة. نعم. ولكن بلا شك يعني لازم نروح نشوف المناطق اللي عاوزين نشوفها، نروح الحسين، نروح السيدة، عاوزين نشوف ذي، ودي مهمة جدا. لأن تاخدوا معاكم الهدايا بقى الجميلة، المشغولات المصرية الحلوة دي إن شاء الله. لازم نرجع للبحرين ونقول لهم إن إحنا زرنا دي المناطق، وإن شفنا الناس، وأيضا شمينا ريحة مصر الجميلة جدا، وهذه مهم جدا الحقيقة. وأتمنى الحقيقة من هذه الاستضافة أيضا أن وجه ندائي إلى القيادة في مصر وإلى الشعب العربي العظيم في مصر، وأقول له عافية العرب من عافيتكم، فحافظوا على صحتكم، والله ينصركم إن شاء الله، ونحن دائما سنكون خلف هذه القيادة، لأننا مؤمنين بأن مصيرنا واحد، طريقنا واحد، وإن شاء الله المشروع العربي الذي تحدثنا عنه يتحقق، ونكون نحن لنا دور فيه، لأننا هذا حلم كبير، أتمنى أن يتحقق هذا الحلم ونحن على قيد الحياة إن شاء الله. وكما بدأنا تحيا مصر بكلمات رائعة جميلة من دكتور عبد الله، يعني أخذت مشاعرنا، بيكون ختام حلقتنا النهاردة كلمات جميلة أيضا، بس ممكن بعد نبكي وتنزل مفيش مشكلة، خلاص بعد الحلقة. بشكر حضراتكم، تحيا مصر، وإن شاء الله تكون زيارتكم موفقة وناجحة، وما تكونش الأخيرة، أول مرة يأتي الوفد وتعاد إن شاء الله وتكرر هذه الزيارة إن شاء الله. بشكركم جدا، وتحياتنا وسلامنا لشعب البحرين الشقيق اللي بنحمله كل المعزة والمودة والحب. ضيوف الأعزاء، الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الحواش، الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بالبحرين ورئيس مجلس الأمناء. أيضا ضيفتي العزيزة والوشها بشوش جميل، الدكتورة ثائرة محمد الشيراوي، مساعد رئيس الجامعة الأهلية للإعلام والتسويق والعلاقات العامة بالبحرين. نورتونا، شرفتونا، وإن شاء الله دايما نلقاكم على خير. وبشكركم كل أعزائي المشاهدين، نتمنى الخير دائما لأمتنا العربية، ألقاكم على خير. تحياتي سميحة أبو زيد.